التعليمات نتاع قيادة الدولة، وكما قلت على رأس السيد رئيس الجمهورية، تحثنا على حفاظ على الاقتصاد من ناحية الاستيراد، والآن والأهم من ناحية التصدير. ثاني شيء التصدير خارج المحروقات بالطبع. ثاني شيء واللي تفضل وتكلم عليه السيد نادر الجهوي هو التصدير خارج المحروقات والرقمنة، الرقمنة وثم الرقمنة، لأنه لازم تكون شفافية ولازم يكون سريع، ماشي تسرع، سريع في التعامل مع إخواننا المتعاملين الاقتصاديين لتصدير المنتوجات نتاع البلاد، حتى نستطيع أننا ندعم الخزينة نتاعنا بالعملة الصعبة.